نشرة الأخبار من النبأ والبداية بالعناوين. أحد أعيان تبو يؤكد مطالبتهم وفد الرئاسي المقترح بضرورة تسليم المواقع الأمنية في سبها لقوى محايدة لإنهاء الأزمة. منظمة التضامن لحقوق الإنسان تطالب برفع فوري للحصار على درنا. تحشيد عسكري من قبل قوة العمليات الخاصة بقيادة عماد طرابلسي بمنطقة كوبري 27. أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الأخبارية من قناة النبأ. أفاد أحد أعيان تبو محمد صندو بأنهم أكدوا لوفد الرئاسي المقترح ضرورة تسليم المواقع الأمنية والعسكرية في سبها لقوى محايدة بغية إنهاء الأزمة في المنطقة. وأضاف صندو في تصريح للنبأ أن جهود الرئاسي المقترح في المصالحة بسبها تعثرت بسبب امتناع ممثلين عن قبيلة أولاد سليمان عن لقائهم لأسباب غير معلنة، وأشار إلى أن لجنة من أبناء الجنوب تعمل على تنسيق بين الأطراف المتنازعة بهدف تقريب وجهات النظر وإنهاء الأزمة. هذا وأنهت اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي المقترح بشأن الجنوب زيارتها إلى مدينة سبها دون أي نتائج. وأوضح مصدر في الوفد الذي زار المنطقة خلال اليومين الماضيين للنبأ أن الزيارة تمحورت حول الاستماع إلى الأطراف المختلفة في المدينة والاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها. وأضاف المصدر أن اللجنة ستقوم بإطلاع المجلس الرئاسي المقترح على نتائج جولتها من أجل الأعداد إلى زيارة أخرى والبدء في خطوة عملية على الأرض حسب تعبيره. إلى ذلك أكد المتحدث باسم لجنة الأزمة بحي الطيوري في سبها حسين كويوي استقرار الوضع الأمني في المدينة. وقال كويوي للنبأ أن زيارة لجنة المجلس الرئاسي المقترحة للمدينة جاءت متأخرة، خاصة وأن الوفد لم يتوصل لحل جذري لعدم وجود جيش أو حكومة حقيقية تشعر المواطن بالأمان وفق قولها. وأشار إلى أن أهالي الجنوب تأثروا بشكل كبير بالأوضاع الراهنة واصفا إياها بالمؤسفة. من جهته قال رئيس لجنة عيان وادي الشاطئ محمد العجيلي إن الحلول في منطقة الجنوب لا تأتي إلا بوجود الدولة. وأضاف العجيلي في اتصال مع النبأ أن حالة التوتر في الجنوب تقع ضمن إطار الحالة الليبية وأن الجهود المبذولة هي ما أسفرت عن الانفراج الحالي. وأشار العجيلي إلى أن عموم الناس لا تريد الحرب وأن مؤشرات التوافق بين الفرقاء في سبها تصل إلى 50%. في سياق متصل أشار الناطق باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي إلى أن المركز استقبل جثة تعود لعامل إفريقي. وأوضح الوافي في تصريح للنبأ أن العامل قتل جراء سقوط قذيفة هاون على مقر عمله يوم الخميس، وجرى التحفظ على جثته في المركز بسبب عدم التعرف عليها من قبل النيابة العامة. وأضاف الوافي أن حصيلة الاشتباكات في سبها منذ الرابع من فبراير الماضي بلغت 8 قتلى و35 جريحا. هذا وتسببت الاشتباكات الدائرة في سبها منذ أكثر من شهرين في نزوح الآلاف عن منازلهم جراء تعرض الأحياء السكنية لقصف عشوائي. منذ أكثر من 20 يوما والاشتباكات مستمرة من حين لآخر داخل مدينة سبها بين قبيلتي التبو وولاد سليمان. فرغم المساعي المحلية والدعوات الدولية لوقف إطلاق النار بالمدينة، يتجدد القصف العشوائي على الأحياء السكنية. قصف
نصف زاد من موجة نزوح العائلات. فبحسب إحصائيات للهلال الأحمر فرع سبها، تجاوز عدد من أجبرتهم آلة الحرب على ترك منازلهم 3051 نازحا يتوزعون على 456 عائلة أغلبهم داخل المدارس. الاشتباكات لم تطل المنازل فحسب، بل طالت مجموعة من المرافق الحيوية كالعيادات والمراكز الطبية التي لا تزال تقدم خدماتها للمواطنين. تطورات دفعت الحكومة المقترحة إلى إرسال وفد للعمل على وقف إطلاق النار وفتح مسارات خدمية، إضافة إلى زيارة أماكن النازحين ومناطق الاشتباكات. ونحن كلجنة أول أهدافنا هي وقف النزاع وتهدئة الوضع ولملمة هذه الجراح التي تعاني منها سبها في هذه الأيام. بإذن الله تعالى سأقوم بزيارة الأماكن النازحين غدا بإذن الله للوقوف على المشاكل والوقوف على أوضاع النازحين. وفي الوقت الذي تسعى فيه العديد من الجهات بما فيهم الأعيان والمشايخ إلى لملمة شمل القبيلتين والحد من تفاقم الأوضاع بسبها، تستمر ميليشيات الكرمة في إرسال تعزيزات عسكرية ولوجستية تتضمن أسلحة وذخائر وآليات ومدرعات بذريعة تمركز جهات أجنبية تغطي الصراع في المدينة. ويرى مراقبون أنه رغم المبادرات الرامية إلى حل حالة الأوضاع بالجنوب وتأسيس أرضية للمصالحة بين المتنازعين، إلا أن معسكر الكرامة يحاول بعثرة الأوراق ووضع يده على ثروات الجنوب مستغلا حالة الفوضى المستمرة في المنطقة منذ مدة. إلى درنا، حيث طالبت منظمة تضامن لحقوق الإنسان رفع الحصار الذي وصفته بالإجرامية على المدينة فورا ودون أي شروط. وقالت المنظمة خلال كلمة لها في الاجتماع 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف إن كافة مقومات الحياة من وقود وغذاء ودواء نفادت بسبب تشديد الميليشيات الحصار على المنافذ البرية للمدينة ومنعها من دخول المواد الأساسية للسكان. هذا وتواصل ميليشيات الكرامة حصار درنا لأكثر من عامين، ويعاني الأهالي ظروفا إنسانية صعبة. التقرير التالي يسلط الضوء على الحصار الذي فرضته الميليشيا على البوابات المؤدية للمدينة. الحصار ما حصار، مفيش حصار معنا حل. ميليشيات الكرامة وحصار درنا ووطأته المتزايدة، ملف إنساني متفاقم جعل من المدينة سجنا يحيط بأهلها ويذيقهم كافة أنواع القمع. فمنذ أغسطس الماضي تواصل الميليشيات تشديد قبضتها على كافة المنافذ المؤدية إلى المدينة من جميع الاتجاهات ضمن حملتها على درنا لأكثر من عامين. إلى الغرب من المدينة وتحديدا طريق كرسة الساحلي، رغم إعلان مسؤولي ملف الأمني فتحه بين درنا ومنطقة اللثرون في الاتجاهين، فإن المعلومات المتواترة تفيد بأن الأوضاع الإنسانية ما زالت تراوح مكانها. الوضع لا يختلف كثيرا عن طريق عين مار الجبلية، فهي مغلقة تماما عند بوابة سيدي خالد ولا يسمح لأي مركبة بالمرور منها. بوابة مرتوبة هي الحاجز الذي تسد به الميليشيات المنفذ الشرقي الرئيس الذي يربط درنا بطبرق، وتخضع حركة السير هناك لمزاجية الضباط ونادرا ما يسمح بنفاذ المركبات منها. إلى الجنوب حيث منفذ طريق الحيلة الظهر الحمر وطريق وادي درنا، وكلاهما مغلق عبر حشودات عسكرية تسيطر على المدخلين وتصنفهما منطقة عسكرية. أما طريق الكورفات السبع الشهير بطريق الفتايح القديمة جنوب المدينة فلا يسمح لأحد بالمرور من تلك الطرق إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية. لم يختلف الوضع كثيرا بالنسبة للطرق البحرية، فالميليشيا تفرض سيطرتها على كافة المنافذ المؤدية إلى درنا بأوامر قائدهم خليفة حفتر منذ ما يزيد عن عامين. سياسة قمعية تمارسها ميليشيات الكرامة على أهالي درنا عبر إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية المؤدية إليها دون السماح بدخول الضروريات من الغذاء والدواء والوقود، وتسلم المدينة إلى وضع كارثي ينذر بأزمة إنسانية حادة.
في درنا أيضا قام جمعية درنا الخيرية بحملة توزيع مساعدات إنسانية على الأسر المحتاجة بالمدينة. الحملة شملت توزيع 1000 سلة غذائية ومواد أساسية على الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود. نفى الناطق الرسمي للمجلس الأعلى للتصوف الإسلامي السني في ليبيا الشيخ جمعة السرار صدور أي بيان عنه اليوم. وحمل السرار قناة ليبيا روحها الوطن المسؤولية القانونية عن تعميم بيان مزور، مؤكدا أن المجلس لا يتدخل في السياسة إلا بالإصلاح ولم شمل الليبيين، وأنهم وإن أصدروا بيانا فالأولى أن يكون بخصوص ما يفعله التيار الوهابي المدخلي في بنغازي من اختطاف وقتل للمشايخ وتشريدهم خارج البلاد والسيطرة على المنابر وغلق الزوايا. نظمت الغرفة العسكرية الزاوية وسرايا وكتائب الثوار استعراضا مسلحا ببوابة الزاوية الشرقية. وبحسب مراسل النبا فقد طالبت الغرفة العسكرية التابعة لأمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي بانسحاب قوات عماد طرابلسي من الطريق الساحلية. وأوضح المراسل أنه جرى إعطاء قوات طرابلسي مهلة حتى السبت لتنسحب من هذا الطريق. هذا الاستعراض طبعا رساله الى القوه حتى اخذت المصادر العسكريه في مدينه الزاويه، القوه المتواجده الان في الطريق الساحلي من منطقه الفرسان او ما يعرف بضوابط الفرسان ومتواجده في منطقه الشتان 27 التي يطالبون فيها الانسحاب بهذه القوه بعد جهود يعني بعد اعطاء المهله اللي تنتهي يوم السبت يوم الغد السبت آخر يوم. في سياق متصل قال أمير دورية كتيبة فرسان جنزور جلال بشير أن منطقة كوبري 27 تشهد تحشيدا عسكريا من قبل قوة العمليات الخاصة بقيادة عماد طرابلسي بشكل غير طبيعي تتجاوز تأمين الطريق الساحلي. بشير وفي اتصال مع النبأ ذكر أن أكثر من 40 آلية عسكرية دخلت المنطقة وأن الأسلحة بمختلف أنواعها تتدفق على المنطقة بصورة يومية. وبيّن بشير أن حجم الأسلحة وتنوع معداتها وآلياتها يوحي بأن الهدف المتوقع ليس حماية الطريق الساحلية وإنما العاصمة طرابلس. دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان السعودية إلى وضع حد لمواطنيها ربيع المدخلي لتحريضه على العنف وسفك الدماء وحمل السلاح والقتال في ليبيا. المنظمة وفي بيان لها تحصلت النبا على نسخة منها أكدت أن خطابات وفتاوى التيار المدخلي تستخدمها إحدى الميليشيات المسلحة لتنفيذ عشرات الأعدامات على أيدي مسلحين ينتمون للتيار في إشارة منها لميليشيات الكرامة. وذكرت المنظمة بالمصير المجهول للشيخ نادر العمراني الذي حرض تيار المدخلي على تصفيته إلى جانب اعتقال 3 ليبيين في السعودية وهم في طريق عودتهم إلى ليبيا. النشرة مستمرة مشاهدينا وتتابعون فيها بعد قليل. أعضاء الغرفة الأمنية المشتركة ورغا يطالبون الحكومة المقترحة بتقديم الدعم للأجهزة الأمنية.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. طالب أعضاء الغرفة الأمنية المشتركة ورغاء الحكومة المقترحة بتقديم الدعم للأجهزة الأمنية، ودعا أعضاء الغرفة خلال اجتماعهم مع نائب رئيس المجلس الرئاسي المقترح أحمد معتيق إلى دعمهم للعمل على مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها بظل عدم وجود مديرية للأمن بالمنطقة. من جهته أكد معتيق عمل الحكومة المقترحة على نشر الأمن في المدينة، مشددا على ضرورة المحافظة على مؤسسات الدولة. رحل جهاز الهجرة غير الشرعية بالكفرة 89 مهاجرا يحملون الجنسية الصومالية إلى العاصمة طرابلس، وذكر آمر فرع الإيواء والترحيل بالجهاز محمد الفضيل لوكالة الأنباء الليبية بالبيضاء أن المهاجرين سبق استلامهم من قبل مكتب البحث الجنائي تازربو، حيث حقق معهم عن طريق نيابة الكفرة، وأشار إلى أن التحقيقات ستستكمل معهم بمكتب النائب العام بطرابلس، ومن ثم سيرحلون إلى بلدانهم. أكد رئيس مكتب متابعة الوقود والغاز بشركة البريغا لتسويق النفط ميلاد الهجرسية إطلاق سراح سائقين تابعين للشركة كانا محتجزين من قبل مجهولين بمنطقة أبراك الشاطئ. وأضاف الهجرسي في تصريح للنبأ أن السائقين أطلق سراحهم الخميس بينما تتواصل الجهود الرسمية والشعبية مع الخاطفين لإرجاع شاحنات الوقود. وأشار الهجرسي إلى أن الشركة تقوم بترتيبات مباشرة وغير معلنة بالتعاون مع أهل الجنوب للمساهمة في تأمين شاحنات الوقود عند وصولها إلى المنطقة. طالب محامو رئيس حزب الوطن عبد الحكيم بالحاج المدعين الرسميين في بريطانيا بتفسير أسباب رفضهم خضوع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الأسبق مارك آلين للمحاكمة لدوره في تسليم بالحاج وزوجته إلى نظام القذافي عام 2004. وذكر موقع ميدل إيست أي البريطاني أن بالحاج وزوجته تعرضا للتعذيب من قبل الشرطة السرية للقذافي آنذاك بعد ترحيلهما من قبل بريطانيا. وأشار الموقع إلى أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أخبر المحكمة العليا بأن الظروف المحيطة بقرار النيابة العامة بشأن آلين يجب أن تظل سرية لحماية الأمن القومي البريطاني حسب تعبيره. قررت لجنة انتخابات المجلس البلدي بالزاوية تمديد فترة تسجيل الناخبين لأجر غير مسمى. وقال رئيس اللجنة الأعلامية بلجنة الانتخابات أسامة الكابول للنبأ إن التمديد سببه ضعف إقبال الناخبين على التسجيل، إذ بلغ عدد المسجلين حتى اليوم قرابة 5000 ناخب فقط. يشار إلى أن باب تسجيل الناخبين في انتخابات بلدية الزاوية كان من المقرر له أن يغلق في 22 من مارس الجاري. أحيا الاتحاد الدولي للمرأة الإفريقية بمكتب غات احتفالية عيد الأم والطفل بحضور عدد من الجاليات النسائية، وتضمن الحفل عدة عروض تحاكي الموروث الثقافي وبعضا من الأعمال اليدوية إلى جانب فقرات التكريم التي خصصت للأم المثالية. بمناسبة عيد الأم والطفل، وتضمننا أيضا كلمة المرأة اليوم العالمي للمرأة، حتى هو دايرين المأكولات، دايرين مأكولات شعبية، ومدايرين الزي التراثي، ومدايرين تكريم المرأة المثالية، لأن هذا يومها الأم المثالية. تعيش منطقة جار بالجنوب الليبي عزلة خدمية متمثلة في تهالك البنى التحتية، ويعاني أهلها تداعياتها على باقي القطاعات وسط غياب حلول من طرف الجهات المسؤولة. كاميرا النبأ زارت المنطقة وعادت بهذا التقرير.
طريق رئيسة محت معالمها الرمال وحركة السير بها شبه منعدمة بسبب البنية التحتية المتهالكة، وضع يتجسد جليا بمنطقة إنجار التي تبعد عن وادي عتبة 25 كيلومترا. إنجار التي تضم أكبر المشاريع الزراعية في ليبيا، من بينها مشروع مكنوس الزراعي وتساوى لإكثار البذور المحسنة، أصبحت قاحلة بعد توقف هذه المشاريع لأكثر من سنة. من ناحية المواصلات، من ناحية الأزمات، ونشكو من التطعيمات، ما فيش تو وسيلة نقل، ما فيش وسيلة نقل زي البنزين واسمه ما هناش، نشكو من التطعيمات ونشكو من الزمام، ما فيش مفروض قش يجيبوا لنا تطعيمات هنا، بدل يمشوا 20 شخص ولا 30 شخص ماشي للساوى، يجي شخص واحد يطعم، دزولنا شخص واحد غادي يطعم الناس هذه اللي يسمع اطفال. منازل بسيطة ودورات مياه ما تزال مسقوفة بجريد النخيل وسط الصحراء. أهالي المنطقة صاروا يتعايشون مع معاناتهم اليومية في ظل نقص المياه الصالحة للشرب وانقطاع التيار الكهربائي والاتصالات والوقود، ناهيك عن تدني الخدمات الصحية والتعليمية. الجهات المسؤولة كبلدية في وادي عتبة بشأن الخصوص احنا انتخبناهم، لكن ما قدموناش أي خدمة لحد الآن، ما رناش أي شيء من جهات المسؤولة بخصوص منطقة إنجار كخدمة، أي خدمة بسيطة ما قدموها لنا. مناشدات الأهالي للسلطات المسؤولة تأتي دون جدوى، فالمشاريع تبخرت والمواطن يعاني من تدني الخدمات إن وجدت، لتبقى منطقة إنجار معزولة عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى إشعار آخر. نهاية النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بالعناوين. أحد أعيان التبو يؤكد مطالبتهم وفد الرئاسي المقترح بضرورة تسليم الواقع الأمنية في سبها لقوى محايدة لإنهاء الأزمة. منظمة التضامن لحقوق الإنسان تطالب برفع فوري للحصار على درنا. تحشيد عسكري من قبل قوة العمليات الخاصة بقيادة عمادة طرابلسي بمنطقة كوبري 27. كما تابعتم أيضا، أعضاء الغرفة الأمنية المشتركة تورغا يطالبون الحكومة المقترحة بتقديم الدعم للأجهزة الأمنية. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.